السلام عليكم يا شباب. هنتكلم النهارده عن عدسات الاي ان تي او عدسات الانف والاذن. تمام، يعني في هنا عندنا كم مقاس، هنعرف ازاي نطلع مقاس العدسه حتى لو ما شفناش مقاس العدسه مكتوب عليها، برضه هنعرف من الزاويه بتاعتها. يعني مثلا عندنا دي مقاس زيرو، بيبقى مكتوب عليها المقاس هنا او هنا حسب الشركه، اهو ده زيرو. وبرضه نعرفها منين، هتلاقيها مسطحة من هنا، بتبقى مسطحة دي زيرو. تمام، ادي دي العدسة الزيرو. في بقى العدسة التلاتين، المقاس اهو مكتوب عليها، لو قربنا الزوم كده ده مقاس 30 اهو، برضه بنعرفها منين، من الزاوية بتاعتها، دي زاوية 30، زاوية 30 درجة. تمام، في عندنا برضه العدسة السبعين اهي، 70 برضو الزاويه بتاعتها بتبقى باينه اهي، اكبر من 30. وبرضو كنت عايز اكلمكم في نقطه، في طبعا عدسه 45، يعني في 0 30 45 70. تمام، طيب عايز برضو اكلمكم عن نقطه على التري او الصينيه المخصصه للعدسه. فيا ريت يعني لو جات لك عدسه جديده، طبعا العدسه الجديده بتيجي معاها الجراب ده بس، تمام، يفضل انك تطلب، لازم تطلب يجي لك العلبه المخصصه بالعرسه. تمام، ليه؟ دي بتحافظ لك على العرسه، بتتعقم بيها وبتحافظ عليها، بشيلها بنفس الطريقه اهي. تمام، وبقفلها. وطبعا تبقى العرسه مخصصه، التري بتاعتها مخصصه للتعقيم اهي، بتتعقم مفرغه من كل الجناب، بس ده طبعا، دي طبعا تعقيم H2O2 او تعقيم غاز بلازما. تمام، في انواع تانية جرابات معدن لو انت عايز تعقم العرسه ستيم، لان العرسه دي ينفع تعقم ستيم او بلازما. تمام، وما يفضلش طبعا انك تعملها سايدكس، او لو عملتها سايدكس ما ينفعش تدخلها ستيم او بلازما او العكس. بس ده كنت بكلمكم النهارده عن عدسات الـ ANT، وان شاء الله مره ثانيه هنكلمكم بقى عن عدسات اللابروسكوب، عن على عدسات الحالب بإذن الله. لما تيجي فرصة هكلمكم عنهم بإذن الله. شكرا.